نعم. عن حكم الدخان فضيلة الشيخ وشربه؟ الدخان حرام شديد التحريم، لأنه مضر ولأنه خبيث، خبيث الرائحة، خبيث الطعم، مؤذي للشارب ولغيره، وأيضا يورث أمراضا خطيرة. فالمسلم يتجنب هذا، والله جل وعلا قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. والله جل وعلا أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، والدخان بجانب الخبائث، لا أحد يقول إنه من الطيبات، فهو حرام. فلا يجوز لعاقل فضلا عن مسلم مؤمن أن يشربه ويضر نفسه ويبغض مجالسته إلى الآخرين، لأن الناس يتأذون به. فهو يتجنب هذا ويعوضه الله خيرا منه من الطيبات. نعم.